صباح الخير لكل حدا عم بيتابعنا على قناة أوغريت وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كالعادة البداية من النشرة الجوية، ولحتى نتعرف أكثر على أحوال الطقس رح يكون معنا الدكتور رياض قرافلاح، أستاذ علم المناخ في قسم الجغرافيا جامعة تشرين. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم، صباح جميع المشاهدين، صباح الخير. صباح الخير دكتور. يا صباح النور. بداية لو تحطنا هيك بأحوال الطقس وحالة الطقس خلال 24 ساعة القادمة. نعم، الأجواء حاليا ما بين غائمة وماطرة، طبعا المطر ليلا ممكن يكون متوفر، يعني فرص كبيرة خصوصا على الجبال. طبعا هذا عبارة عن اضطراب جوي خفيف، يعني راح يستمر معنا هذا الاضطراب، راح يستمر معنا الاضطراب حتى يومين قادمين، يعني اليوم بكرة وبعد بكرة. الو تمام، اسمعك دكتور. اليوم وبكره رح يستمر معنا، اليوم وبكره وبعد بكره. بعدين بعد بدءا من يوم الاثنين صباحا رح ترجع الاجواء تستقر وترجع الاجواء صيفيه طبيعيه جدا جدا، لانها ثلاث ايام في امطار ان شاء الله تكون مقبوله وممكن تكون مفيده للمحاصيل، خصوصا للناس المنتظرين ري الزيتون وما الى ذلك. تماما ايه. يعني هذول ثلاث ايام رح يكون في امطار ليليه بالغالب. هلا لا، ممكن الامطار تكون باي وقت، يعني بدءا من بكره وبعد بكره ممكن تكون باي وقت، بس الليل دائما هو فرصه اكبر، يعني هالفتره في عندنا اضطراب جوي ممكن باي وقت تكون الامطار موجوده، لكن طبعا بالليل كون الجو ابرد شوي فالفرص دائما اكبر خلال الليل. درجات نعم درجات الحراره حاليا بمرحله اعتدال، يعني احنا رح نبلش بكره رح ندخل بفصل الخريف. فصل الخريف رح يكون اول يوم بكره، ودخلنا فصل مع فعلا اجواء خريفيه، فدرجات الحراره رح تنزل لحوالي 25 درجه نهارا او 21 درجه ليلا، يعني الاجواء صارت اجواء مقبوله ومحتمله وجميله. ولكن هذه المرحله من الاعتدال الحراري رح ترجع تخلص خلال ثلاث ايام، رح نرجع اجواء صيفيه شديده مستقره بدا من يوم الاثنين. تماما، يعني فينا نقول بلش فصل الخريف هلا. حاليا طبعا احنا بلشنا من بكره رح نبلش فصل الخريف على المستوى الفرنسي الفلكي، يعني تماما يعني عمليا دخلنا فصل الخريف هلا. رح يصير الليل اطول من النهار، هلا النهار رح يقصر بشكل رسمي، هلا البدء بكره رح يكون في 12 ساعه ليل 12 ساعه نهار، تماما. ومن ثم بده يبلش بقى الليل يصير يطول على حساب النهار، رح نحس ببروده اكبر طبعا. شكرا كثير لك دكتور رياض قرافلاح استاذ في علم المناخ، وبتمنى لك نهار حلو يا رب. يسعد صباحك وشكرا كثير، إلى اللقاء. شكرا، يعطيك العافية.